مشاهدينا الكرام، معنا على هامش هذه الاحتفالية أيضا إحدى الشخصيات الهامة اللي بنفخر بتواجدها في مدينة كومومبو، عضو المجلس القومي للمرأة وأحد أهم الداعمين أيضا لحزب الشعب الجمهوري النهاردة، الأستاذة دعاء السابع. تحية وتقدير، أهلا وسهلا بحضرتك في البداية أستاذة دعاء. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. حزب الشعب الجمهوري عودنا على أنه يعزف على عدد كبير من المناسبات، أنت شايفة احتفاليته النهاردة بعيد الأم شكلها إزاي؟ بالنسبة طبعا لاحتفال عيد الأم النهاردة، أنا حاسة أن هو اختيارات موفقة جدا، ويعني خلانا شفنا ناس كتير احنا مفتقدينها من فترة كبيرة، في اختيارات لعدد كتير، يعني ناس من ذوي الإعاقة وناس من غير ذوي الإعاقة. لا، الأمهات فعلا فعلا اللي مختارة من حزب الشعب الجمهوري فعلا ناس مستحقة أن هي تكون من ضمن المكرمين يعني. فاحتفال بصراحة أنا حاسة أن هو احتفال موفق إن شاء الله يعني. جميل ان هو يضم النهارده عدد من ذوي الاعاقه، دي اول مره تتم على ارض كومومبو، ولا انت شايف انها نسخه مكرره يعني؟ لا، هي تمت، ولكن المره دي الاعاقات مختلفه، ما بين قصر قامه، ما بين حركي، ما بين بصري، ما بين توحد، ففي اختلافات في الاعاقات، فبرضه ده هيخلي في فرصه ان الامهات دي تقدر تكون مع بعض وتشارك بعض ايامهم وافراحهم واحزانهم، ويقدروا ان هم يشجعوا بعض ويتحدوا الاعاقات ولادهم يعني. تحياتي ليك أستاذة دعاء، إن شاء الله نلتقي بك في مناسبات كتير زي. شكرا أستاذ محمد، كل سنة طيبين. كل عام حضرتك طيبة. ماشي، شكرا.